لا شوف، هو واقع الحال، التيار الصدري والتحالف الثلاثي لا يمتلكون الثلثين، هذه مفروغ منها لان عندنا ارقام عدديه ومحسوبه. حلو. هل من المعقول ان نقول التيار الصدري حصل على 100 صوت؟ هو حصل على 75 73 صوت، والان بحضور المستقلين الى الجلسه من الممكن ان يحقق النصاب. والمستقلين بشكل وباخر هم اعلنوا صراحه لا يريدون ان يشتركوا في هذه الحكومه، ولكن يريدون مساحه واسعه للحراك، عندهم اهداف كثيره، من اهدافهم اللي كما يبدو تعهدوا حصلوا على تعهد بها، وهي الكشف عن قتله المتظاهرين وفتح ملفات الفساد والاموال المنهوبه ونقاط اخرى. التيار الصدري اعلن الموافقه عليها بشكل صريح. هذا الموقف طيب من التيار الصدري، طيب أين كان السيد مقتدى عن المستقلين؟ يعني صار 6 أشهر من الانتخابات يا سيدي، سيد مقتدى لم يخاطب المستقلين. ما زالت بالعكس، لا أستاذ، بالعكس خاطبهم والتقى بشخصيات كثيرة منهم، ولكن النقطة المهمة جدا بتقديري، حينما اتصل السيد مقتدى الصدر بالسيد نور المالكي شعر بعض المستقلين بأنهم سيكونوا ضحية لهذا الاتفاق. بمعنى حينما يتفق الكبار أو الكبار في العدد أقصد، فإن الذين يمتلكون أصوات قليلة لن يكون لهم دورا مؤثرا حتى في تحقيق أهدافهم، لكن اليوم انضمامهم أو بالأقل حضورهم الجلسة لتحقيق النصاب هذا يعد نصرا لهم، أو في قد يعطيهم فضاء واسع لتحقيق أهدافهم التي نادوا بها.